مرحبا، اليوم عم طلع عليكم بهالفيديو تخبركن ليش لازم تختاروا فوريفر. كشكل مبدئي، فوريفر شركة صار لها بمجال الصحة والجمال من 40 سنة، بالإضافة لتوسعات ب 160 بلد حول العالم. كرمال هيك لازم تكونوا متأكدين أنه منتجات فوريفر والخطة التسويقية معترف فيهم ب 160 دولة يلي بيعطيها مصداقية. فوريفر شركة عائلية، يعني ما فيها شركاء ما عليها ديون، يلي بيأدي انه كل الارباح تستخدم في تطوير المنتجات، ويلي بيعطي موزعينا الثقة انه لما فوريفر بتبتكر منتجات جديدة اكيد بيكونوا الافضل بالسوق. وبما انه عم بحكي عن المنتجات، رح انتقل لتاني سبب ليه لازم تختاروا فوريفر. فوريفر بتاخد افضل مصادر من الطبيعة، تنتج منتجات فريدة من نوعها يلي بتزودكن بهالمصادر الطبيعية لتستعملوها بكل بيت. فوريفر عندها عدة منتجات مثل عصاير الألوفيرا، منتجات العناية الشخصية، العناية بالبشرة، منتجات النحل، الزيوت الأساسية، ومنتجات التحكم بالوزن. الفكرة من منتجات فوريفر هي إصدار منتجات للعالم يستعملوهن يومياً. المطلوب منكن هو إنكن تخلوا كل اللي حواليكم يجربوا المنتجات، ووقتها يحبون تأكدوا انه رح يصيروا من زبوناتكم. بس يصير عندكم اكتر من زبون، هيك بتزيد نسبة المبيعات. ما تنسوا كمان انه كل منتجات فوريفر غنية بالفيتامينات والمعادن، وبالاضافة انه هن منتجات طبيعية وبيفيدوا مناعتكم، وبالاجمال بيخلوكم بمظهر افضل وشعور رائع. ثالث سبب ليه لازم تختاروا فوريفر هو الخطة التسويقية الفريدة من نوعها. يعني عندكم كل المعلومات يلي بتساعدكم تعرفوا كيف ممكن تحصلوا على الشك بقدر معين حسب طموحاتكم. بالمجمل كل واحد منكم فيه يحصل على 35 ل 48% من قيمة تجزئة كل منتج بعتوه من خلالك أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. فوريفر تهتم بكل شيء، من طريقة الدفع من خلال البطاقات الائتمانية للشحن والتوصيل المنزلي، تنساعد زبوناتكم بطلبياتهم. العنصر الثاني من الخطة التسويقية هي انكم تعرفوا بالشركة لأشخاص جدد، ويصير عندهم زبونات، ويصير كمان عندهم أرباح بقيمة 35 ل 48% من مشتريات العالم يلي بيشتروا منهم. رح تحصلوا على عمولة على كل مبيعات فريق عملكن. هلأ ما حفوت بتفاصيل عن الخطة التسويقية، بل رح خلي الشخص يلي قاعد حدكن يشرح لكن. في بعد سبب عن ليه لازم تختاروا فوريفر، وهيدا انه الجو يلي منخلقه لموزعينا ليشتغلوا مع بعض ويتشاركوا قصصهم وخبرتهم. هذا بيعني انه حتى ولو ما عندكم اي فكرة او خبرة بالشغل، رح تتعلموا لما تحضروا التدريبات يلي بنظموها القادة والموزعين. لتكونوا بمظهر افضل وشعور رائع، لازم تكونوا forever proud.